الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا. اتفاق مصري يوناني على عدم شرعية توقيع مذكرات بين فايز السراج ودول أخرى خارج صلاحيات اتفاق الصخيرات. إحراق القنصلية الإيرانية في النجف بالعراق للمرة الثانية خلال أيام، ومتظاهرون يحاولون اقتحام مجلس كربلاء. منتصف ليل القاهرة العاشرة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك شادي، شكرا لك. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة في قطاع الاتصالات تضمن لها النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية. وشدد السيسي خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل. احنا في مصر فرص الرقمنة والعمل في هذا المجال هي فرصة عظيمة جدا، وده امر احنا مصرين على ان احنا نتحرك فيه باندفاع شديد جدا، لان هو ده الحاضر والمستقبل اللي احنا بنتمنى ان احنا نمشي فيه يعني. فانا بتمنى لكم التوفيق، وبقول ان مصر فيها فرصة كبيرة جدا جدا. مصر سوق كبير، احنا بنتكلم في 100 مليون إنسان، وبينمو وبيزداد، وبعدين إحنا متحركين في هذا المجال كدولة يعني زي ما قلت بقوة كبيرة قوي، لأن إحنا في استراتيجيتنا وفي حركتنا في هذا المجال إن هو ده اللي هيحقق لنا كل العناصر النجاح اللي إحنا بنتمناه للدولة المصرية. لو بنعمل حوكمة، لو بنكافح فساد، لو بنقلل التدخل البشري في شغل الحكومة وفي إجراءاتها، كل الكلام ده هيتم أو بيتم دايما بإن احنا بالرقمنة اللي احنا شغالين فيها. أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا ممثلة لمواقع أمازون وعلي بابا العالميين. احنا ندرس هذا الموضوع، وبالتعاون مع القطاع الخاص ومع الدولة احنا مستعدين نطلق هذه المنصة، ودعمي لكم بان احنا نتحرك فيها ونبقى يعني زي ما غيرنا اتحرك وساهم في العالم، احنا مستعدين هنا في مصر نتحرك بالمنصة دي، نعملها ونتحرك فيها ونحقق فيها ان شاء الله النجاح لينا ولأفريقيا بشكل كبير. النقطة الأخيرة خالص اللي هي المعرض القادم بتاع البريد في مصر، طبعا احنا هنبقى سعداء جدا باستضافته هنا، ودايما احنا سعداء بان احنا نساهم او نبقى يعني منصة معارض للإنسانية، للتقدم، للسلام، للبناء، للتنمية. احنا حريصين على الدور ده ان احنا نعمله، زي ما انتم شايفين احنا هنا في مصر بنقدم كل التسهيلات اللي ممكن نقدمها، ومش واقفين في مكاننا، لا احنا بنقدم وبنطور نفسينا عشان نحسن من أدائنا في المجالات المختلفة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أجنحة معرض كايرو ICT 2019، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعاية الرئيس. وتفقد الرئيس مختلف أجنحة المعرض، سواء أجنحة وزارة الاتصالات التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية، والتي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جهته أكد وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت في كلمته خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لزيادة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر الرقمية لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل أيضا حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها. إن مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا تقتصر فقط
على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن رواقها ينبسط واسعا ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها وإدارة السياسات بالمعلومات، مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتنهض مصر الرقمية لتعزز قوة مصر الناعمة وتساهم في بناء الإنسان المصري بما تتضمنه من تعليم وتدريب وخلق المزيد من فرص العمل وحفظ كنوز مصر التراثية وتسهيل تداولها. وجه رئيس الاتحاد البريدي العالمي بشار عبد الرحمن حسين خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اتحاد البريد العالمي والعمل على تطوير هيئة البريد المصرية، مشيرا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البريد العالمي الذي سيعقد في ختام هذا المؤتمر هي المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة الإفريقية مؤتمرا للاتحاد. إن هيئة البريد المصري تتمتع بخبرة طويلة في مجال البريد، وقد بدأت مرحلة كبيرة في التحول إلى الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية في القارة، وهي من هيئات البريد الرائدة في القارة الأفريقية. وقد شاركت في كافة المعارض الأفريقية وكذلك إن الواقع اليوم فخامة الرئيس هي أن إن ثورة الاتصالات والبريد قد غيرت نمط الحياة التي كان يحياه المواطنون قبلها. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة. وخلال استقبال نظيره اليوناني بالقاهرة شدد شكري على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين. وتوافق الوزيران على عدم شرعية قيام رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق السخيرات. كذلك تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا. أثنى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين على الجهد المبذول بالبرنامج التدريبي الذي وضعته الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرشحين للعمل بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الدولة لمتدربي البرنامج واستقبلته خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية. كما وجه المستشار محمد حسام الدين كلمة للمتدربين طلبهم فيها بضرورة بذل أقصى جهد للاستفادة من التدريب والحرص على اجتياز البرامج، كما تحدث عن أهمية البرنامج وما يقدمه من خبرات عملية للمتدربين لتأهيلهم للتعامل مع التحديات الهامة بالمجلس قبل التحاقهم بالعمل به. تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر الحالي. ومن المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع. وذكرت إدارة المنتدى أن هذه الفعاليات تنطلق تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات المصرية، كما تقوم شركة مصر للطيران بدور النقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم. وقد تم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.
وافق مجلس النواب العراقي على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته وفقا للمادة 75 من الدستور. من جهته قال رئيس مجلس النواب إن البرلمان سوف يخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد بموجب المادة 76. وجاء ذلك في أعقاب مظاهرات امتدت لأشهر وشهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى احتجاجا على سوء أداء الحكومة واتهامها بالفساد. اندلعت النيران في مقر القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف العراقية للمرة الثانية، وأعلنت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة أن فرق الإطفاء بشرت بإخماد الحريق. حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء جنوبي العراق، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم. كما قطع المتظاهرون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، وشهدت المدينة مظاهرة طلابية كبيرة حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والمنصرية. شهد طريق القصر الجمهوري بلبنان مظاهرتين، احداهما مؤيده للرئيس عون والثانيه مطالبه بالتسريع في تشكيل الحكومه المقبله عبر دعوه الكتل النيابيه لاستشارتها بخصوص تسميه رئيس جديد للحكومه. قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسن مراد إن 4 مليارات دولار تم سحبها من مصارف البلاد منذ سبتمبر الماضي. أشار مراد إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي والشح في السيولة وغلاء المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن الوضع يتطلب اجتماعات استثنائية للحكومة المستقيلة والتي يفترض أن تسهم في توفير الحد الأدنى من الحلول اللازمة المالية التي بلغت ذروتها. سقط عدد من المصابين في انفجار دراجة نارية بمدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا، فيما أسقطت مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري طائرة مسيرة أثناء محاولتها الوصول إلى مطار حماة العسكرية وسط البلاد، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة تخوضها وحداته البرية مع عناصر التنظيمات الإرهابية. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قواتها إلى بلدات عمورة وتل تمر وعين عيسى شمال شرق سوريا لإرساء الاستقرار في المنطقة. وقال عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية استقبلت قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، مشيرا إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان مثمرا للغاية، كما أعرب عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة البلدين. اعتقلت القوات التركية عددا من الشباب في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مسلحين موالين لتركيا داهموا عددا من المنازل ونصبوا حواجز بريف مدينة رأس العين الجنوبي. جدير بالذكر أن العدوان التركي على الأراضي السورية أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة المقررة في 12 من ديسمبر الجاري تجري في ظروف عادية ولم يتم تسجيل أي تجاوزات. وقال عضو السلطة المستقلة رشيد باردان إن الشكاوى التي تلقتها السلطة تم التعامل معها في حينها، مشيرا إلى أن المرشحين يقدمون برامجهم عبر جولاتهم في مختلف الولايات بشكل اعتيادي، حتى أنهم يتحاورون مع بعض المعارضين للانتخابات، مشيرا إلى أن هذا أمر إيجابي ينبغي تثمينه. قال وزير العدل الجزائري بالقاسم زغماتي أن اليوم الاثنين سيشهد أولى جلسات محاكمة مسؤولين سابقين متهمين في قضايا الفساد الذي نظرتها العدالة منذ مارس الماضي، وذلك بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة. وأضاف زغماتي في تصريحات للصحفيين أن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة ستكون مفتوحة للمواطنين لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية لضمان حسن سير هذه المحاكمة. قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس انه سيطلب من الاعضاء الاخرين في حلف شمال الاطلسي خلال قمه الحلف المرتقبه في لندن دعم اليونان في مواجهه محاولات تركيا التعدي على السياده اليونانيه، لا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز سراج لترسيم الحدود البحريه في البحر المتوسط. اضاف رئيس الوزراء اليوناني ان الحلف لا يمكنه ان يظل غير مبال عندما ينتهك احد اعضاء القانون الدولي انتهاكا صارخا، لافتا إلى أن تبني نهجا محايدا هو أمر يأتي على حساب اليونان التي لم تسعى أبدا إلى تصعيد التوترات في المنطقة. قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي في مدينة أسكي شهير شمال غرب تركيا رفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60%، وأوضح القرار أن الزيادة المقررة على أسعار المياه سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل. المزيد في التقرير التالي. إخفاقات اقتصادية يتحايل عليها نظام أردوغان من فترة إلى الأخرى ليطبق زيادات في الأسعار لا تعود سوى بالضرر على الأتراك وكأنها عقاب للشعب. آخر هذه الإجراءات كان قرار مؤسسة المياه والصرف الصحي في مدينة أسكي شهير شمال غرب تركيا برفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60%. وعلى إثر هذا الإجراء فسيرتفع سعر متر المياه المكعب من 4.85 إلى 5.63 ليرة مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8%. رئيس بلدية ساريغا كايا التابع لحزب العدالة والتنمية من جانبه أوضح أن هذا القرار ما هو إلا محاولة لتسيير الأوضاع. في بلدية اسطنبول قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي زيادة مثيلة في أسعار المياه بنسبة 20% اعتبارا من ديسمبر. تدهور الأوضاع الاقتصادية ورفع الأسعار على الشعب لم يقف عند حد المياه، بل وبحسب تصريحات أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري فإن السنوات الخمس الأخيرة من عام 2014 شهد تطبيق 20% زيادة في الأسعار بشكل إجمالي لتشمل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمحروقات. حالة من اليأس باتت تسيطر على الشعب التركي جراء الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، أفضت إلى انتحار عدد من المواطنين حسبما ذكرت وسائل إعلام وتقارير إخبارية. والسبب ما تشهده تركيا اقتصاديا وحالة الفقر وضيق اليد التي تعيشها البلاد بسبب سياسات أردوغان. أفاد مصدر مسؤول في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي بأن اللجنة سوف تبدأ اليوم الاثنين في مراجعة تقرير بشأن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قضية ممارسة ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية. ومن المتوقع أن تنظر اللجنة التابعة لمجلس النواب في التقرير وتعتمد غدا الثلاثاء على أن يتم إرساله مرفقا بأي آراء من الأقلية الجمهورية داخل المجلس إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، والذي قد يصيغ دوره مشروع قرار لمساءلة ترامب خلال الأسابيع المقبلة.
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه لجلسات التحقيق في مساءلته بشأن معاملته مع أوكرانيا بأنها مضيعة للوقت. وقال ترامب على تويتر أن على مجلس النواب القيام بعمل حقيقي بدلا من تلك الجلسات على حد تعبيره. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية لك سيد ماك شرقاوي، إذا يعني مجلس النواب الأمريكي سيبدأ طبعا في مراجعة تقرير بشأن تحقيق عن مساءلة الرئيس الأمريكي ترامب بممارسة ضغوط على أوكرانيا، يعني ما الذي تعتقده من الممكن أن يخرج بنتائج بعد مناقشة هذا التقرير، وما الذي يمكن أن يكون عليه الرئيس الأمريكي من رد فعل؟ هو السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أوكلت إلى لجنة المخابرات واللجنة القضائية، لجنة المخابرات بقيادة شيف واللجنة القضائية بقيادة نادلر، إن هم يبدأوا في إجراءات الجلسات السرية والجلسات العلنية. انتهت لجنة المخابرات بقيادة شيف من الجلسات السرية والعلنية وحطت التقرير بتاعها يوم الاثنين، يعني غدا بتوقيت أمريكا هيتم مناقشة التقرير، يوم الثلاث هيتم التصويت داخل اللجنة على هذا التقرير، وأعتقد أن الديمقراطيين يملكوا الأغلبية اللازمة داخل اللجنة لتمريره. بعد كده تبدأ يوم الأربع أول جلسة من جلسات لجنة القضائية لمدة أسبوعين بقيادة السيد جيمي نادلر. والرئيس دونالد ترامب عنده مهلة لغاية النهاردة الأحد الساعة 6 مساء، يعني بعد 35 دقيقة تنتهي المهلة. هل هيتم تمثيله في اللجنة في الجلسة العلنية اللي هتنعقد يوم الأربع بحضوره شخصيا أو بحضور محامين عنه؟ وفي معاد آخر تاني اللي هو الاشتراك في الأسبوعين مع اللجنة القضائية، ده المهلة دي هتنتهي يوم الجمعة القادم الساعة 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف يشترك ويشارك بمحامين أو يشترك هو بنفسه في هذه يعني الجلسات العلنية، لأنه قد اشتكى أنه لم يمثل؟ فأعتقد أن الكونجرس أعطاه الحق تماما والفرصة تماما في التمثيل. يقول بعض المعاونين في البيت الأبيض أن اشتراك الرئيس أو محامين عن الرئيس يعطي شرعية على هذه الإجراءات التي ينعتها الرئيس دونالد ترامب بأنها إجراءات غير شرعية، ولكن أعتقد أن الطريق ممهد الآن لتقديم القوانين الخاصة بتوجيه الاتهام. يمكن أن يكون اتهام أو اثنين أو ثلاثة يتم التصويت عليهم في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة 50% زائد واحد، ما إن وافق عليها مجلس النواب يكون كده وجه الاتهام إلى الرئيس. دي المرحلة الأولى في الإزاحة، يعاد بعد كده يجهز إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا، وبالتأكيد يحتاج مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين، يعني 67 عضو من نعم، ولكن مجلس الشيوخ يعني مكون في مجموعه من جمهوريين. سيد ماك، بالتأكيد هم لا يملكوا هذه الأغلبية، ولكن هم يعولوا على الضغط من الرأي العام الأمريكي بعد علنية هذه الجلسات. واتضح للكافة أن الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد استخدم سلطته كرئيس للدولة في أن يأخذ منافع انتخابية ضد منافسه في الانتخابات الديمقراطية السيد جون بايدن وابنه، وطالب دولة أجنبية بأن تعاونه. فأعتقد أنه بذلك ارتكب جريمة الرشوة الانتخابية، وأيضا استخدام النفوذ واستخدام منصبه في منافع انتخابية. بالتأكيد نعم، يمكن أن يؤسس نعم ذلك. هذه أراء يعني من الممكن أن توصف بها الأراء النخبوية. الرأي العام الأمريكي لا يهتم كثيرا بالخارج، هو يهتم بالاقتصاد الذي يرى أن ترامب يعني حققه له ورفع المؤشرات الاقتصادية واكتسب فرص عمل للأمريكيين. كل هذا هو من يحدد الصوت الانتخابي لمن يذهب. هو أعتقد أنه قد فعل مثلما أن تفعل كيكة كعكة جميلة وتزينها بالكريمة وبالسكر وبعد كده ترش عليها شوية تراب، هو النهاردة بيرش التراب على الكعكة التي عملها في الاقتصاد. فحربه الاقتصادية الغير مبررة مع الصين ومع حلفائه في أوروبا، ومن فرض الضرائب الجمركية ومن الخروج من المعاهدات الدولية التجارية والدخول في معاهدات ثنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد أثرت على الاقتصاد وتؤثر الآن على الاقتصاد الأمريكي. الربع
النهائي لهذا العام لن يصدر بعد يعني فحوى أو أثر هذه الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي. أيضا الوظائف، عندما نتكلم عن الوظائف، فعندما تعطي الشركات الكبرى يعني ضرائب أقل 20% الآن الحد الأقصى لضرائب الشركات، ده بالتأكيد هيزود على كاهل الميزانية الأمريكية تريليون دولار سنويا، مما يسبب في زيادة الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية ويوسع فجوة العجز في الموازنة. فأعتقد طيب. أن الآن الشعب ينظر إلى هذه المنافع الاقتصادية البسيطة القريبة، لكن على المدى البعيد هناك بالتأكيد مشاكل اقتصادية سوف تعم على أمريكا بسبب هذه السياسات الخاطئة. شكرا لك سيد مكشر قاوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالبدء على الفور في تنظيم حملة دعائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير وتهيئة الرأي العام داخليا وخارجيا لهذا الحدث العالمي الضخم. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لمتابعة استعدادات حفل تنظيم افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حيث تتم حاليا أعمال التشطيبات الأخيرة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كما تم استعراض خطوات نقل مراكب الملك خوفو إلى المتحف. صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليا، يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة. خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة، أكد مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة بوجه عام تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة. أضاف أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في عدة ملفات، منها حل مشكلات المصدرين. تفقد الفريق محمد فريد رئيس الأركان مشروع مراكز القيادة إعصار 58 الذي تجري إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. وناقش الفريق محمد فريد عددا من قضى في كيفية اتخاذ القرار المناسب في مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة، وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام. اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، شملت الحركة تعيين مدراء أمن جدد لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان وقنا ومطروح والسويس، ومساعدين للوزير لقطاعات الأمن الاجتماعي والأمن المركزي والسجون. وأشارت الداخلية إلى أن الحركة تأتي في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات الوزارة. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد ب 665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك تبان، متشافة هي مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك. انطلاقة جديدة لمبادرة كلنا واحد، تلك المبادرة التي لا يتوقف قطارها عند حد معين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. برعاية رئيس الجمهورية تعود المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، هذه المرة ليس بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة فحسب، ولكنها تغطي احتياجات البيت المصري من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات عبر 665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تصل نسبتها من 10 إلى 50%. واتسمت السلع المعروضة التي ازدحمت بها السلاسل التجارية المشاركة بجودة عالية،
لا تقل عن مثيلاتها بالأسواق خارج إطار المبادرة إن لم تكن أفضل. المبادرة دي مختلفة غير كل المبادرات، ضمت كل ما هو يحتاجه البيت المصري أو الأسرة المصرية تحديدا. نسب الخصم بتبدأ من 30 في السلع الاستراتيجية، وأحيانا في حاجات منتجات بتبدأ لغاية 40 أو 45% حسب الحاجة الاستراتيجية والعرض اللي عليها. مبادرة المرة دي نسبة الخصومات وصلت فيها للمواد الغذائية زي الرز والسكر والزيت شامبة مكرونة أزيد من 50%، الأجهزة المنزلية 10%، المفروشات وصل خصم بنسبة 20 و25%. المرحلة الجديدة من المبادرة هي المرحلة العاشرة التي تطلقها وزارة الداخلية بهذه التخفيضات الكبيرة، وشهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية ومستلزمات المنزل للاستفادة من هذه التخفيضات، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية على المستويين الاجتماعي والإنساني بهدف توفير الدعم لهم، والذي تجلى واضحا في إطلاق الوزارة مبادرة كلنا واحد، والتي تتسم بالاستمرارية لضمان منع الاحتكار وعدم المغالاة في الأسعار. مفاجأة جميلة جدا من الرئيس، تخفيض الأسعار ورفع المعاناة عن الشعب، يعني مقارنة بالأسعار اللي بره في فرق وفي طفرة كبيرة جدا، عشان كل الناس تقدر تاخد وتحس مبادرة الري. كل حاجة حلوة ورخيصة، السكر رخيص والزيت حلو، كل حاجة حلوة. مبادرة في أسعار ثابتة، والأسعار دي عاملة يعني مخليانا إن احنا نشتري الحاجة بأسعار رخيصة جدا، وبتجبر الناس بره إن هي تنزل بالأسعار. كل اللي أنا عايزاه بلاقيه، حتى أنا عندي عروسة أي حاجة أنا عايزها برضه بلاقيها وبالسعر اللي أنا عايزاه، خصوصا المبادرات اللي بينزلوها لحاجات العرايس كمان مناسبة جدا جدا. تجبر التجار اللي بره ان هم ينزلوا الاسعار، لان بيخش الهايبرات والسلاسل التجاريه بتلاقي فيها الاسعار اقل من بره. يعني السمنه رخيصه والمكرونه رخيصه، كل حاجه هنا رخيصه، يعني مكرونه بجنيه وربع والرز ب3 جنيه مش مصدق، والسمنه برده يعني كل حاجه هنا اسعارها حلوه يعني كويسه. السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره تم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزاره الداخليه بهدف التيسير على المواطنين في الوصول اليها والاستفاده من التخفيضات في كافه المحافظات. هذه المبادره التي تخفض الاسعار تدفع وفقا لآلية السوق الاخرين نحو تخفيض اسعارهم، وهو ما يستفيد منه المواطنون في سد احتياجاتهم الاساسيه من السلع ومستلزمات المنازل باقل تكلفه ممكنه، وهو ما تسعى اليه الدوله، التخفيف عن كاهل المواطنين ومنع كافة أشكال الاحتكار وضبط الأسواق. أشاد العديد من المواطنين بقرارات الدولة بخفض أسعار بعض السلع التموينية، عبر المواطنون عن رضاهم لتوفر السلع بكميات وأسعار مناسبة. تخفيض الأسعار حاجة كويسة، سامعين بعض في تنزيل في الزيت وفي السكر في العدس واللوز والحاجات دي، حاجات كويسة، بعض الأسعار في السوق كويسة معقولة. الحمد لله أنا جيت النهاردة عشان أصرف التموين بصراحة، فلقيت الدقيق بدل ما 7 وربع بقى 6.5 حلو، والزيت بدل 19 خلوه ب17، والرز بدل 9 خلوه 8، والسكر بدل 9.5 خلوه 8.5، يا ريت في الزيادة الحمد لله، وربنا إن شاء الله كده يسهلها ويبقى أحسن من كده برضو. الأسعار الجديدة مرتاحة لكل الناس، واحد نشكر سيادة الرئيس ووزير التموين للناس الغلابة اللي مش لاقية كانت الأول من غل الأسعار، دلوقتي الأسعار نزلت كل حاجة، واحد نشكر الرئيس. الناس فرحت كتير بسبب نزول السلع التموينية، ده برضو دعم بيحتاج المواطن لدخله الشهري بيساعده عليه على المعيشة. احنا بنشكر سيادة الرئيس طبعا على التخفيضات الجديدة دي وشعوره بالمواطن، وده اتجاه جميل يعني، وبنطالب بزيادة أكتر في التخفيضات. نشكر الحكومة على المجهود في تخفيض السلع الغذائية التموينية اللي هي السكر والزيت، ونتمنى من الله تحسين الأوضاع أكثر من ذلك. والله هو قرار في مصلحة المواطن، يعني أسعار الرز والسكر والدقيق والزيت دي رخصت بالفعل، وده يفيد المواطن من مصلحته، عشان دي أكتر سلعة بيستهلكها المواطن يعني المصري. أنا كمواطنة من محافظة سوهاج بشكر سيادة الرئيس على تخفيض الأسعار اللي هو عملها لنا على السلع التموينية وعلى المواد الغذائية وعلى كل حاجة في السوق. سلع ممتازة جدا وفي مستوى الجميع،
يعني ما في، وخاصة في مع الفقراء. وهذا من فضل ربنا أولا، وفضل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفضل العاملين، وفضل برضو وزير التموين، بارك الله فيهم جميعا، لأنهم بيلبوا خواطر الناس ومصالح الناس الفقراء وغير الفقراء. طبعا دي خطوة كويسة من وزير التموين، ويعني الكل حينتفع بيها، ونتمنى طبعا تبقى في سلع تاني عليها تخفيضات تاني، لأني يعني عشان الناس كلها تستفيد وكده. نشكر سيادة الرئيس الجمهورية على تخفيضه في أسعار بطاقة التموين، وهذا هيخدم كثير من محدود الدخل. والحمد لله الحكاية ابتدت الأسعار تنخفض وتنزل شوية بشوية، وإن شاء الله الناس الغلبانة تبقى تعيش. تمام للناس الغلابة، ومرتاح للناس الغلابة، وبتصرف الناس الغلابة ومية مية يعني. احنا بنشكر الرئيس على تخفيض السلع التموينية اللي في بطاقات التموين، لأني دي حاجة أساسية لمحدود الدخل وللمواطن، واحنا بنشكر الرئيس، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. كويس الاسعار، كويس رخصت عن الاول يعني عن الشهر اللي فات كمان. لا حاجه رخصت خالص، حاجه رخصت عن الاول يعني. والحمد لله الاسعار فعلا في نزول النهارده، حتى لاحظت النهارده لما جبت في بعض النزول في بعض الاسعار، خصوصا في الزيت وفي الرز تقريبا وفي السكر، فدي حاجه كويسه الحمد لله، وبنشكر وزير التموين عليها، ويا رب في تقدم دايما ان شاء الله. يعني رخص بثمن معقول برضه، يعني اسعار كويسه في مستوى الرجل الفقير، يعني المتوسط المستوى اللي هو زي المعاش زي حالاتنا، الرجل مش لاقي حاجه خالص. السلع التموينيه كلها الحمد لله توفرت، يعني ايه باسعار كويسه الحمد لله، ويعني بيجي فيه ان احنا ايه حاجات يعني زياده الحمد لله. ننتقل الآن لمتابعة أخبار الرياضة والتكنولوجيا مع الزميل باسم طبنة. أهلا بك باسم. أهلا بك نهى، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أخبار الرياضة والتكنولوجيا، والبداية مع الرياضة. نجحت اللاعبة المصرية ياسمين حمدي في التتويج بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها بمنافسات الدوري العالمي للكاراتيه في العاصمة الإسبانية مدريد، وهزمت حمدي بطلة تركيا بنتيجة 3 نقاط مقابل لا شيء في إطار المباراة النهائية من منافسات وزن أقل من 55 كيلوغرام سيدات. كما حققت المصرية رضوى سيد الميدالية البرونزية لوزن أقل من 50 كيلوغرام بعد الفوز على بطلة روسيا بنتيجة 3 نقاط مقابل نقطة واحدة. كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش عن التصنيف العالمي الجديد للرجال خلال شهر ديسمبر الجاري، والذي شهد هيمنة مصرية على المربع الذهبي لأول 4 مراكز في التصنيف. وحافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف، وذلك للشهر 10 على التوالي، وجاء محمد الشرباجي في المركز الثاني، بينما استطاع كريم عبد الجواد أن يقفز مركزا واحدا ليحتل التصنيف الثالث، وتراجع طارق مؤمن إلى المركز الرابع. شهد التصنيف العالمي لسيدات السكواش هيمنة مصرية على المربع الذهبي لأول 4 مراكز في التصنيف أيضا، وحافظت البطلة المصرية رنيم الوليلي على صدارتها للتصنيف العالمي للشهر 12 على التوالي، وعادت نور الشربيني إلى مركزها الثاني عقب تتويجها ببطولة العالم، وحلت نوران جوهر في المركز الثالث، بينما احتلت نور الطيب المركز الرابع. فاز فريق المصري البورسعيدي على مضيفه نواديبو الموريتاني ب3 أهداف مقابل هدفين في افتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. بهذا الانتصار المهم يحصد المصري أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى. حقق بيراميدز انتصارا مهما على إينوغو رينجرز النيجيري ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير في نيجيريا بالجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بهذه النتيجة يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالتساوي مع المصري البورسعيدي. ومحليا تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم يوم 19 من فبراير القادم باستاد القاهرة الدولي في 7:30 مساء.
كما تقرر نقل المباريات المهمة والتي كانت تقام باستاد برج العرب إلى استاد الميكس واستمرار المصري للعب في السويس. ومن أخبار التكنولوجيا، قالت المفوضية الأوروبية إن مسؤولي مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي يحققون في جمع جوجل بيانات يعتقدون أنها تستخدم بطريقة غير شرعية. وأضافت المفوضية الأوروبية أن أكثر محرك بحث على الإنترنت شعبية في العالم ما زال تحت نظرها على الرغم من الغرامات القياسية التي فرضت عليه في السنوات الأخيرة. ويبحث مسؤول شؤون المنافسة في كل من أوروبا والولايات المتحدة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة للبيانات والاستفادة منها مثل محرك البحث جوجل. أعلنت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تشغيل كاميرات لرصد الهواتف المحمولة أثناء القيادة بهدف خفض عدد قتلى الطرق بواقع الثلث خلال عامين. وقالت هيئة النقل بالولاية التي تضم مدينة سيدني أكبر مدن أستراليا إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار 24 ساعة في كل الأحوال المناخية لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الرياضة والتكنولوجيا، والآن عودة إلى شادي ونهى، تفضل. شكرا لك باسم. ولم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا. اتفاق مصري يوناني على عدم شرعية توقيع مذكرات بين فايز السراج ودول أخرى خارج صلاحيات اتفاق السخيرات. إحراق القنصلية الإيرانية في النجف بالعراق للمرة الثانية خلال أيام، ومتظاهرون يحاولون اقتحام مجلس كربلاء. انتهت النشرة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.